قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان مسيرة الأسبوع العظيم المقدس. وقد تحدث الأب شرائحة عن مقاربة كتابية بين الشعنين وصلب يسوع المسيح، موضحا نفاق الشعب الذي استقبل المسيح كملك، وهو ذات الشعب الذي سيصرخ بعد أيام قليلة اصلبه اصلب. كما تطرق الأب فرح حجازين عبر اتصال هاتفي إلى كلمات يسوع على الصليب، فإلى هناك. يسوع المسيح من عيد أبونا، من عيد الشعانين وإعلانه ملكا عند دخوله لأورشليم، في عندي تأمل كتبته أنه انتظر اليهود ملكا أرضيا يسلطهم على البشر، لكن الرب قد تنبأ لهم قائلا على لسان زكريا النبي حوالي سنة 519 قبل الميلاد: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، من سفر زكريا 9:9. استقبل اليهود المسيح في دخوله إلى أورشليم ملكا ظافرا بعد حدث إقامته للعازر الذي أنتنى إذ كان له 4 أيام في القبر، هاتفين له هتاف النصر ومعترفين به مسيحا للرب وصارخين: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي، من إنجيل متى. كانوا منتظرين منه أن يرد لهم الحكم، لكنه عوضا على ذلك ماذا فعل بعد هذا التمجيد؟ دخل إلى الهيكل وطرد الباعة منه قائلا لليهود: بيتي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، من إنجيل متى 21:13. أبونا تشاركنا معنا في حلقتنا اليوم عن مسيرة الأسبوع العظيم المقدس، في وأنت ستتحدث عن جراحات ومعاني جراحات السيد المسيح، أو معاني أيضا كلمات السيد المسيح على الصليب. اتفضل أبونا. إن شاء الله. على كل حال في هذا الأسبوع المقدس خصوصا يوم الجمعة، ما في شك على أنه هناك كلمات يسوع على خشبة الصليب، واليوم إن شاء الله بنحاول نحكي عن كلمة منهم، ألا وهي كلمة يسوع أو كلمة اللص ليسوع، جواب يسوع على الكلمة اللي يذكرني: يا رب متى جئت في ملكوتك، وجواب يسوع: اليوم تكون معك في الفردوس. كلمة عامة عن كلمات يسوع على خشبة الصليب قبل أن نتطرق إلى كلمة اللص ليسوع. بنلاحظ على أنه يسوع المسيح لم يتكلم كثيرا أثناء المحاكمات ولا أثناء التعذيب والاستهزاء به إلا نادرا، أما على الصليب فقد تكلم من أجلنا، من أجل خلاصنا. نلاحظ في كلمات يسوع على الصليب عنصر العطاء، إنه وهو على الصليب في مظهر الضعف والانهزام كان يعطي، أعطى لصالبه المغفرة، أعطى لص اليمين الفردوس، أعطى العذراء ابنا روحيا، أعطى ليوحنا أما مريم العذراء، أعطى للآب الكفارة عن خطايا العالم، وأعطى العالم الفداء والخلاص. الملاحظة الثانية في كلمات يسوع بشكل عام في ترتيب كلمات يسوع على الصليب، إنه فكر أولا بغيره ثم بنفسه. أولا طلب المغفرة للناس، فتح باب الفردوس أمام اللص قبل أن يفكر بأحبائه العذراء ويوحنا، وقبل أن يفكر بنفسه: إلهي إلهي لماذا تركتني. كل هذا يذكرنا أن يسوع كان يعمل دوما من أجل غيره كالراعي الصالح الذي يبذل نفسه من أجل غنمه، والملك الذي ما جاء ليخدم بل ليخدم. فالآن نتكلم عن كلمة اللص اليمين ليسوع وجواب يسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أجابه يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. طلب يعقوب يوحنا من يسوع أن يجلس عن يمينه وشماله في مملكته. بطرس ينتظر مكافأة مادية مقابل اتباعه يسوع: قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ بقية التلاميذ تخاصموا فيما بينهم في من هو الأكبر في مملكة المسيح.
في الميداح الماوس شعراء بخيبة أمل بعد موت المسيح دون أن يحقق مملكة دنيوية يكون لهما فيها من مناصب عالية. فقال ليسوع الذي كان يسير معهما: كنا نحن نرجو أنه هو الذي سيفتدي إسرائيل ويقيم لها مملكة. كذلك الشعب اليهودي كان ينتظر ويطالب السيد المسيح أن يعيد الملك لإسرائيل. يا رب، في هذا الزمن تعيد الملك لإسرائيل؟ يا رب، متى ترد الملك لإسرائيل؟ وفي مكان آخر بعد تكسير الخبز هم اليهود باختطافه ليقيموه ملكا، وكانوا باستمرار يطالبون بالعجائب. ماذا تعمل لنا من الآيات لكي نؤمن بك؟ إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب فنؤمن بك. بالرغم من كل عجائب الشفاء وطرد الشياطين وإقامة الموتى ظلوا غير مؤمنين. أما لص اليمين فلم يسمع الكثير الكثير من تعاليم السيد المسيح، ولم يشاهد الكثير الكثير من العجائب. كل ما سمع فقط هذه الكلمة ليسوع التي هزت كل كيانه: غفران يسوع للصالبين، اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. لأول وهلة لم يصدق أذنيه حتى أخذ يسأل نفسه: من هو هذا؟ أي إنسان هذا الذي لا يمالي بالألم والموت؟ أي إنسان هذا الذي بالرغم من عذابه وألامه يهتم بالأشرار الخطأ؟ هل يمكن لإنسان أن يصلي من أجل صالبين؟ هل يمكن لإنسان ما أن يطلب الصفح والغفران لهؤلاء القتلة المجرمين؟ لا، إنه لن يكون مجرد إنسان، كلا ولا مجرد نبي. وهنا انفتحت عيناه فجأة ورأى في يسوع المصلوب بجواره ربا وملكا، فأخذ يصيح من شدة الانفعال: اذكرني يا رب، اذكرني يا رب. وطلب من يسوع ما لم يطلبه لا التلاميذ ولا اليهود الذين شاهدوا عجائب يسوع واستمعوا لتعاليمه. لم يطلب من يسوع أن يخلصه من العذاب، ولم يطلب ملكا زمنيا، ولم يطلب منصبا ولا مالا في مملكة أرضية، بل طلب أن يشارك يسوع في مملكته الأبدية. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما قال يسوع للص: اليوم تكون معك الفردوس. الفردوس، هذه هي نهاية المطاف من الصليب إلى الفردوس مع يسوع. أستودع روحي الآن، أستودع روحي بين يديك. كلمات يسوع على الصليب اللي حكى فيهم أبونا فرح، وهنا دليل على أنه إحنا الفردوسنا مش لوكيشن. إحنا ما في مكان بدنا نروح عليه اسمه الفردوس، هي الحالة التي سوف نعيشها مع يسوع المسيح بعد انتقالنا من هذا العالم. يعني أشار الدكتور لموضوع الفردوس اللي هي غاية المسيحي، أنا كمسيحي المؤمن المسيحي هي غايته، وركز الدكتور جلال على أن المسيحية هي روحانية وليس مادية. الحقيقة دكتور أنا بتطلع على لما يسوع طعم الآلاف من السمكتين والخمسة خبزات، وأكثر من مكان كثر السمك في ثلاث حوادث. فيوم السبت إجا وشاف مرثا ومرتا في حالة بكى شديد واكتئاب على أخوه الشاب اللي توفى، بس أقاموا وشافوا هالعالم. بقول لك أتوا يوم الأحد يستقبل يسوع، ليس فقط لرؤية يسوع بل لرؤية لعازر أيضا. كان موجود الذي قام من بين الأموات. الشعب حكى هذا بطعمينا، هذا بيقوم أمواتنا، طيب ليش إحنا تحت الاستعمار؟ ليش الرومان محتلين بيلاطس؟ خلينا نهجم على بيلاطس ونقضي على حكمه ونعين يسوع المسيح ملك علينا. ملك علينا سهلة، إذا حدا انقتل منا بيجي يسوع بيحط إيده بيقومه. إذا بالمعركة جنود بيلاطس جاعوا راح يموتوا من الجوع بالصحراء، وإحنا بنهجم عليهم يسوع بطعمينا، لو ما في خبز يسوع راح يشتع علينا خبز، انتهى الموضوع. فاستقبلوا يسوع يوم الأحد على أساس أنه زي ما تفضلت أنه الملك اللي جاي يقتل بيلاطس. ولما حكى لهم أنا مش جاي ملك على الأرض، أنا ملكي مش من هون، ليس على هذا العالم مملكتي،
ولما بدل ما يدخل على الحصان اللي تجره العربات المذهبة اللي لما يجي بيلاطس يدخل فيها الموكب، ودخل على جحش ابن أتان له دلالة الفقر. يعني زي اليوم الدكتورة باسمة توقف بسيارتها مرسيدس حديثة، أوقف بفوكسي من قدام هاي بجنبها أقولها يلا على الإشارة الضوئية نتسابق، هيك عمل فيهم يسوع. ما دخل بالفوكسي، دخل بهيك بالنسبة لهم الجحش بهذيك الوقت. مين اللي كان يستخدمه؟ البياع الفقير المتجول، الناس المعترة، بس الأغنياء كانوا يركبوا على الحصن على الخيل. نعم. فبالتالي شافوا بيسوع زي هيك قال لا لا ما بدناش إياه، خير لكم أن يموت واحدا على أن نهلك نحن. بيلاطس صار بيعرف أنه في صار عندنا ملك إلا يحطنا بالسجن كلياتنا. نعم. ولم يقل قيافة ذلك إلا لأنه كان رئيس الكهنة وكان في زي نبوءات أنه يسوع راح يموت عن العالم كله. المقاربة ما بين أحد الشعانين ونفاق الشعب واللي بنعيشه في حياتنا اليومية بشكل كثير، لما إله عندك مصلحة بده منك شغلة توصلوا ليها بعملك أنت الملكة، ولما يخلص بيصير نفسه اللي هو شعنا بالآل مبارك الآتي باسم الرب أصلبه أصلبه أخرج لكم يسوع ولا برأبس برأبس، أما يسوع فماذا نفعل به؟ أصلبه أصلبه الشعب الناس. نعم. يعني شو هالنفاق شو هالنفاق، ما أنتم يعني اللي نزعوا ثيابهم تيدبارك بل كدعس عليهم يسوع بل كدبارك فيهم، هم اللي صاروا الجنود ينزعوا ثياب يسوع. نعم. شوف هالمفارقة بين يوم الصلب ويوم أحد الشعانين، حقيقة كل واحد في حياتنا بيعيش هالمفارقة بنعيشها كل واحد فينا، خصوصا باللي بنشتغل بالحقل الرعوي. يعني بتقدمي كل ما بقلبك، بتقدمي كل شبابك كل حياتك، وانت من الجوقات للنورسات للهات كل ما عطاء باسمة بتقدمه كلياته، وبتطلع مواقف كثيرة انه لمين بعمل هيك؟ طب انا اللي عملت معه واحد اثنين ثلاثة، هو قاعد بعمل معي العكس، هو ما قدر تعبي، هو حس انه لا شيء كل اللي عملته هالسنين معه راح اخذ اتجاه ثاني ونسي اللي انا عم. هاي الأشياء الأحداث خيبات الأمل اللي بتصيبنا في العمل الرعوي دائما بتقولنا إنه إحنا بنعمل مع الله. يعني على الصليب ما كان مع يسوع حدا في الآخر إلا الله، إلا القبلة بوصلة قلبك وين اليوم بهالحياة؟ لأن كل مناصبنا وكل شغلنا وكل حياتنا زي أحد الشعانين، يعني زهو وإحنا بشغلنا وإحنا بهيك بنحسه، بس لما بنروح وبنشوف الناس كيف بأصلبه أصلبه بصير بدي يصلب، بننصلب أحياناً كثير من أعز طبعاً الناس من طبعاً مجتمعنا اللي إحنا بنعيش فيه. هاي عملية الصلب يعني إذا ما كانت ألمها ممجد مقدس بصير ألم عبثي بيكون ناتج عن أخطائنا، أما إذا كان هذا الألم الممجد هو بيقود لمجد ربنا بحياتنا، نتمجد ربنا اللي فينا مش أنا الشخص اللي بيتميز، هيك بيقودنا إلى القيامة، يوم القيامة يوم فصح يعني عبور من الموت إلى الحياة، من الخطيئة إلى النعمة، من هنا إلى هناك.